طيب أختنا أم سالم مستعجلة من الكويت، سنقف من أجلها، تفضل يا أم سالم. ألو، السلام عليكم يا عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزيك خير، أنا حامل خارج الرحم، تقريبا حملي لها شهر وتقريبا 10 أيام، وطقوني إبرة كيماوية مرتين، والحين أنا تقريبا لي من طقوني الإبرة يمكن 20 يوم. ويجب الطهارة، أنا ما أدري أنا أصلي ولا ما أصلي. تجب يعني سؤالك يعني عن الصلاة يا شيخ، لن ينزل معي إفرازات وكذي. اي اي، والإبرة الكيماوية هذه أنا سألت الطب فيها، قال هذا لازم فتوى. يعني فتوى في ايش؟ في الصلاة يا شيخ. ما هو مفعول الإبرة الكيماوية؟ تذيب الجنين يا شيخ حتى يتلاشى من كيفه. طيب خير ان شاء الله. يلا، السلام عليكم يا عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. بس بدي اسال يا شيخ، يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر؟ طيب خير ان شاء الله. حياك الله. بعض الناس يقولون يعني في السفر ممكن صلاة النافلة على الراحلة أو على السيارة جائزة ولو إلى غير القبلة، لكن الفريضة لابد أن يقف وينزل ويصلي على الأرض مستقبلا القبلة، ويحتاج الإنسان إلى أشياء في معرفة اتجاه القبلة وأوقات الصلوات، يحافظ على الأذان، يحافظ على الجماعة، يختار أماكن مناسبة مستورة خصوصا إذا معه أسرته والعائلة، قضية مراعاة الآداب العامة، الحذر من إيذاء الناس، الحفاظ على نظافة المكان، وحتى يعني أشياء عن الإسعافات الأولية، لا يوقد نارا داخل الخيمة سواء يعني وهو وينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا بد أن نتقي الله حضرا وسفرا. ويعني يقول قال لي أحدهم ذهبت في رحلة من بلدي إلى نيوزيلندا، كم ساعة؟ طويلة جدا، يعني فيها كم صلاة هذه؟ 16 ساعة. يقول ما صلى في الطائرة إلا 3، مع أن الطائرة أقلعت من مدينتي من بلد مسلمين فيها أعداد كبيرة من المسلمين، يقول ما صلى إلا 3. أين المحافظة على الصلوات؟ ينبغي كذلك أن نتفكر دائما في أن هذا السفر فيه نرى فيه آيات لله في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام في سفره مر على ديار يعني قوم ثمود، قوم صالح الذين نزل عليهم العذاب، وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، رواه البخاري ومسلم. ولذلك فإن مثل هذا ديار المعذبين إذا دخلها الإنسان فإنه يدخل متأثرا باكيا، ولا يتأثى ولا يدخل أشرا فرحا بطرا. ليس هنا مجال لقضية يعني أن يقف لأخذ الصور وأن ينتشي، هذه أماكن الذين ظلموا أنفسهم. طيب الأخ محمد من مصر، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا. ازي حالك؟ حبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. ازي أخبارك؟ بخير والله الحمد. الحمد لله. نقول لك أنا عندي فتحة من ثمار يعني على زكا ولا يعني أنت عندك مزرعة؟ عندي مزرعة بنبيع 100,000 في السنة، 300,000. طيب إيش بتحمل إيش الأشجار؟ ها؟ الأشجار بتحمل إيش عندك؟ برتقال. برتقال؟ أيوة. برتقال، تفاح. وتفاح. طيب. خير إن شاء الله. مسألة أو معنا الأخ توفيق أيضا من الجزائر، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله لنا فيك. الله يحييك.
شيخ، مسألة المس على الخفين. أيوه. يعني لم أكن أعلم بمدة المسح، يعني 24 ساعة و 9 أيام بالنسبة للمستتر. نعم. فكنت أمسح و يعني تمديت أكثر من 24 ساعة. تمسح حتى لو انتهت مدة المسح يعني؟ نعم، لم أكن أدري. طيب. هذا كم يا أخ توفيق؟ حوالي مدة 4 أيام. يعني بس 4 أيام اللي فعلت هذا، ولا من قبل فعلت ذلك؟ فعلت هذا من قبل، ولكن أكثر مدة حوالي 4 أيام. يعني المدة اللي صليت فيها بعد مدة المسح تقدر؟ نعم. بكم؟ كم صلاة مثلا؟ حوالي 15 يوم أو تقريبا شهر. طيب خير إن شاء الله. من الأمور المتعلقة بالتوحيد أنه لا يجوز السفر إلى أماكن للتقرب فيها إلى الله بالعبادة عندها إلا المساجد الثلاثة. ما يجوز أن تنوي بسفر إلى مكان التعبد عنده لفضل هذا المكان وفضل العبادة عنده إلا المساجد الثلاثة. لا يجوز أن تسافر مثلا إلى جبل الطور أو إلى غار حراء أو إلى مساجد السبعة، غير طبعا غير المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة هي التي يجوز السفر بنية التعبد عندها. أما شد الرحال يعني السفر للعبادة عند مغارة، للعبادة عند كهف، للعبادة في بقعة، عند شجرة ونحو ذلك، فهذا حرام ومن أسباب الغلو في الدين، ولا يجوز التبرك فيها بهذه البقاع وقصد البقاع للدعاء عندها والصلاة عندها. وهذا من أعظم ما يفتح أبواب البدعة والشرك. طيب الأخت أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله بكم، لو سمحت بدي بس بخصوص الصلاة. نعم. متى نجلس بالتشهد الأخير التورك؟ هل في الصلاة ثلاثية أم رباعية أم ثنائية؟ بارك الله بكم. وإذا تكرمت يا فضيلة الشيخ بدي التشهد الأول، يعني عند مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأجيب الركعة الثالثة، ولا أكمل لك الأخير بعدين أجيب الركعة الثالثة، ولا أرجو التفسير؟ الله يبارك فيك يا شيخ. عند التشهد الأول بارك. عند التشهد الأول إيش؟ يعني التشهد الأول عند إيش أوصل أو أجيب الركعة الثالثة؟ يعني مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأقوم أجيب الركعة الثالثة، ولا أكمل الأخير؟ إيه طيب. بارك الله بك يا شيخ. حياكم الله. طيب الأخ أبو محمد تفضل يا أخي من العراق أيضا. ألو. نعم. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن ينفع بكم. آمين. جزاك الله خير. وأن يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله، ونشوفكم دائما على الشاشة. حياك الله يا أخي. الله يبارك بكم، والله ندعيكم من كل قلبنا. الله يجزاك خير، ثابك الله. الله يبارك بك. شيخ، عندي حلم صار لي 10 سنين أشوفه، يعني على أنه أنا مقبل على امتحانات، وهذه الامتحانات صعبة، وأنا ما كنت درست وما كنت حفرت، وثاني يوم يعني وكأنه أنا قاعد بالامتحان، فكأنه أشوف الامتحان مالي صعب، وتجيني أسئلة، الأسئلة يعني ما أعرف إجابتها. هذا السؤال الأول. طيب الثاني. السؤال الثاني، زين يجوز أني أتمسك بمذهب واحد، يعني مثلا أقول أني حنفي وأني شافعي وأني حنبلي وأني مالكي، لو أخذ من كل المذاهب، يعني أكو أمور مثلا المذهب شوية مشدد، أكو مذهب آخر يعني سهلة، فيجوز أخذ من أي مذهب لو يعني أتمسك بكل المذاهب؟ طيب. طيب الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. أكرمك الله. طيب أختنا أم فادي من سوريا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. بس بدي اسالك يا شيخ، انا بالبيت عندي شويه مشاكل شعوذه وتسديد طريق عندي، يعني يقول والله الله لا يخليني اذا خلي قرش يفوت عليك عجوزك، انا ما يخلوني انا ابدا ابدا اتحرك. شلون ما نروح احنا مسدوده بطريقنا؟ احنا نسبح ونصلي الحمد لله وقنعانة برب العالمين، بس ما اعرف شو اساوي، يعني شلون ما نروح رب العالمين هيك يعني سبحانه وتعالى يعني سكروها بوجوهنا انا ولا زوجي، وانا يعني صرنا افقر افقر من الفقر يعني بسبب الشعاود والهي. انا ما بدي اروح على شيخ يضحك علي واضحك عليه، انا هذا كله ما بامن فيه. انا بدي اياك تفيدني ايش اسوي. انت انت يا ام فادي، انت تقولي عندك شعوذات في البيت؟ ايه كيف يعني عندك كيف يعني عندك شعوذات؟ بيت عيله، انا عندي بالبيت بيت عيله، انا يعني بيت ايش يعني عندك شعوذات؟ يعني عندي سلفه، يعني بيروحوا على شيوخ، بيروحوا يعني بيهددوا، يعني بيقتنعوا بالشيخ. ايوه يعني بيروحوا يكتبوا يسحروا حوالي يعني كله. طيب عرفت شلون؟ اي واضح خلاص. أساوي. طيب ايوه طيب يعني ان شاء الله يا ربي يجزاك جنه يا رب خير ان شاء الله. طيب